الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع في الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. أذكركم بأننا أتينا في الدروس الستة الأولى على مكونات الدخل الوطني. الدخل الوطني، هذا الدخل الوطني يتكون من، أو هذه مكوناته اللي هي الإنفاق الاستهلاكي أو إنفاق المستهلكين. الثاني هو إنفاق المستثمرين. المكون الثالث هو إنفاق الحكومة. وأخيرا ما يسمى بصافي الصادرات. إذا إنفاق المستهلكين على السلع المعمرة وغير المعمرة، السلع الاستهلاكية، الطعام والشراب والملابس والأدوات المنزلية. إنفاق المستثمرين على خطوط الإنتاج، على الأجهزة والآلات والمعدات. إنفاق الحكومة على السلع، الطرق، على المستشفيات، على الجامعات ورواتب الموظفين الحكوميين وما شابه. صافي الصادرات اللي هي قيمة الصادرات مطروح منها قيمة المستوردات. هنا الآن الدخل الوطني يساوي مجموع هذه الأشياء: الإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي زائد صافي الصادرات. قد تكون الصافي موجب أو قد يكون سالب. فإذا كان الصافي صادر فهو لمصلحة الاقتصاد الوطني، وإذا كان سالب فهو يقلل من الدخل الوطني بيه. نتابع على بركة الله. السؤال البسيط الذي نطرحه هنا وطرحناه عن كل المكونات السابقة: ما هي محددات؟ ذكرنا محددات الاستهلاك، محددات الاستثمار، محددات نفقات الحكومة. الآن ما هي محددات الصادرات كجزء مما يسمى التجارة الخارجية؟ هناك عدة عوامل تؤثر في كمية ونوعية الصادرات. الصادرات هي البضائع والسلع الملموسة وغير الملموسة التي تبيعها دولة ما إلى دولة أخرى، إلى يبيعها اقتصاد ما إلى اقتصاد آخر. يأتي في مقدمتها العوامل الآتية: ما هي القاعدة الإنتاجية للبلد المصدر، للبلد الذي يبيع بضاعته سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة؟ إذا القاعدة الإنتاجية للبلد المصدر أي ماذا يمتلك البلد المصدر من السلع الخدمية، الزراعية، الصناعية، الاستهلاكية الفائضة عن حاجته كي يبيعها في الأسواق الخارجية ويجني منها أرباحا. فكلما اتسعت قاعدته الإنتاجية زادت قدرته على التصدير. هذه من العوامل المهمة. العامل الثاني والمهم: حاجات البلدان الأخرى لما ينتج البلد المصدر. كأن نقول الأردن يصدر مادة، يعني يصدر فوسفات، من يحتاجها؟ هل البلدان الأخرى أو الاقتصاد الأخرى تحتاج إلى سلعة الفوسفات كسماد أو كمادة معدنية أو وما شابه؟ فكلما زادت حاجات البلدان الأخرى لبضائع البلد المصدر ارتفع الصادرات البلد المصدر. ثالث: أسعار السلع المصدرة. كلما كانت أسعارها مناسبة للدول المصدر إليها زادت كمية الصادرات. إذا بمعنى آخر، عندما تنخفض أسعار السلع المصدرة يزداد الإقبال عليها من الدول التي تستوردها. هنا مستوى الدخل في الدول المصدر إليها، كلما كان الدخل مرتفع فيها زادت الصادرات إليها. يعني على سبيل المثال الأردن يصدر ملابس، إذا صدرنا لدولة فقيرة ومستوى الدخل لديها منخفض فربما تكون كمية الصادرات قليلة، لكن إذا صدرت لدولة غنية كأن نقول الولايات المتحدة أو أوروبا وما شابه فتزداد الصادرات إلى هذه الدول، إلى هذه المناطق. الآن العامل قبل الأخير المهم: نزعة النشطين الاقتصاديين. الآن مقصود النشطين الاقتصاديين الذين يبيعون ويشترون وما شابه، هذا النشاط الاقتصادي، المستهلك، المستثمر، المستورد وهكذا. فنزعت هؤلاء النشطين اقتصاديا في البلد المصدر إليه نحو السلع الأجنبية، هل بيحبوا السلع الأجنبية على الدولة التي مصدر إليها؟ هل يحبوا، هل عندهم نزعة نحو السلع المصدرة إليهم؟ فكلما كانت نزعتهم نحوها إيجابية زادت الصادرات إليها. وأخيرا أسعار صرف العملات بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة، كلما كان الأسعار مناسبة زادت الصادرات وزاد التبادل بين الدولتين. ننتقل الآن إلى هذا اللي هو توافر وسائط التعبئة والشحن. هذا من قبيل تحصيل الحاصل، لكن أحببت إضافته أنه إن لم تكن هناك وسائط نقل وتعبئة وما شابه مناسبة فبتكون الصادرات قليلة وربما تنعدم في بعض الأحيان. الآن هذا التمثيل الصوري هنا
إنه توافر وسائط النقل من عوامل مهمة المؤثرة في التجارة الخارجية، هنا الصادرات، لاحظ المستوردات، هنا شحن بحري، هنا شحن بري، هنا شحن جوي. وبالتالي كلما الآن زادت كفاءة هذه الوسائط بإذن الله تعالى تزداد التجارة الدولية بين الدول. نأتي الآن السؤال الآخر، ما هي العوامل المؤثرة في المستوردات؟ أي ما هي محددات المستوردات؟ إذا فكرنا في السؤال بشيء من المنطق نجد بأن محددات الصادرات التي أتينا عليها قبل قليل هي ذاتها محددات المستوردات، لكن بشكل عكسي للدول المستوردة. ومنها مثلا حاجة البلد المستورد للسلع المستوردة. لنفترض نحن في الأردن نستورد مثلا لحوم، هل نحن بحاجة إلها؟ إذا كان يعني في طبعا بحاجة، ربما لأنه في عندي نقص في إنتاج اللحوم مثلا، ربما نستورد سيارات لأنه لا الأردن لا يصنع سيارات، وهكذا. فإذا حاجة البلد المستورد للسلع المستوردة، فكلما زادت الحاجة، عفوا هنا الحاجة إلى البضائع المعينة، زاد مقدار الاستيراد منها. رقم اثنين، أسعار السلع المستوردة، فكلما انخفضت أسعار السلع المستوردة زاد الاستيراد منها. ثالثا، دخل البلد المستورد، كلما ارتفع دخل البلد المستورد زادت كمية المستوردات. رابعا، نزعة النشيطين اقتصاديا نحو البضائع المستوردة، فكلما كانت توجهاتهم نحو السلع الخارجية إيجابية زاد الاستيراد منها. وهنا أسعار صرف العملات كما ذكر دائما وأبدا بالإكسشينج ريت بسمي هذه، بين البلد المستورد والبلدان المصدرة، فكلما كانت أسعار الصرف مناسبة زاد الإقبال على شراء السلع المستوردة. هذا الآن الميزان التجاري يساوي الفرق بين ماذا؟ قيمة الصادرات وقيمة المستوردات. إذا قيمة الصادرات مطروح منها قيمة المستوردات. إذا كان الناتج هنا قيمة الصادرات مطروح منها قيمة المستوردات فوق الصفر، معناه موجب بيكون لصالح الدولة المصدرة، وإذا كان أقل بيكون لصالح الدولة المستوردة. اللهم صل على محمد. وإذا كان الفرق يساوي صفرا فبكون بالحالة هاي ميزان تجاري متزن، balanced trade balance. الآن هذا يعني آخر شيء أذكره هنا هو الميزان التجاري. لاحظوا الميزان التجاري يساوي الصادرات ناقص المستوردات. هنا مستوردات، لاحظوا لي دخل خارج من الاقتصاد المستورد، هنا الاقتصاد المستفيد صادرات. لاحظوا لي يعني اخترت بأن تكون الكتبة هذه اليسار هي الأثقل من هذه، وبالتالي المقصود بها صوريا بأن كمية الصادرات أو قيمة الصادرات بالعملات المختلفة أعلى من قيمة المستوردات، وبالتالي الآن بكون في عندي لصالح الاقتصاد المصدر. وهنا هذا دخل يخرج من الاقتصاد المستورد إلى الخارج. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة. وإن شاء الله الدرس الثامن سيكون عن النقود، كيف ابتدعها الإنسان وما هي أهميتها بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.